البلد واقفه برضه، في ركود في البلد، مفيش يعني فين وفين عمال مزبون يخش لك يشتري، وعاملين خصومات. انا عامل خصومات، انا عندي تيشيرت ب 75 جنيه مفيش اقبال خالص. انا ساعات بس افتح الساعه 7 و8، عندي اثنين قميص ب 175، اثنين تيشيرت ب 150 جنيه، عندي بنطلون جينز ب 150 جنيه. فين الزبون؟ التكلفه طبعا زادت بس انا مش مزود، انا زي السنه اللي قبليها واللي قبليها ببيع اسعاري زي ما هي. عاملين طفرات يعني، هو الكوزين لسه ما بداش، بس احنا عاملين الكوزين من عندنا احنا، الحاجه غاليه والنهارده الزبون نازل تعبان عايز الحاجه يعني اقل من يعني اقل من السعر اللي فينا، يعني يا دوب بنجيب اللقمه بالعافيه. يعني الاول القميص كنا بنبيع ب 95 جنيه والكلام ده، النهارده القميص النهارده بيتباع ب 250 جنيه، النهارده عندنا زبون بيشتري قميص ب 250 جنيه. القسم دوت مش عامل حاجه مع الناس، يعني الناس تعبانه مفيش فلوس، مش متقبله لاي السعر اللي هو 20% 30% بالنسبه لهم مش حاجه، الناس مش مقبله يعني، ناس تعبانه، البلد واقعه كل يوم في النازل. بنطلون ب 295، 300 الا 5، 310، 320. الحته نازله غاليه فالزبون مش عارف يجيب الحته نفسها، يعني الاول الزبون كان بيخش يشتري ثلاث حتت، دلوقتي الزبون بيخش يشتري حته وبالعافيه.